أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادرة صنع في البحرين تعد من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى من خلالها للترويج عن المنتج الوطني في السوق المحلية والإقليمية وتمكينها عالميا. صنع في البحرين مبادرة متميزة صاغتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأسلوب مبتكر لتكشف بها مكنونات الصناعة المحلية بما تحمله من جودة عالية قادرة على منافسة مختلف الصناعات العالمية في الأسواق المحلية والإقليمية. يكون يعني يستحق أو يوصل إلى أن يكون ممكن يحصل على هذه الشارة أو التاج، معناته أن المنتج جزء 35% من محتوى المنتج يكون محلي، فبالتالي ممكن يستفيد من مزايا كثيرة بالإضافة إلى المزايا المحلية اللي ممكن يستفيد منها من الوزارة ومن صادرات البحرين. ممكن يكون منتج يصدر إلى الولايات المتحدة، يستغل اتفاقية التجارة الحرة. البحرين هي علامة بتكون معتمدة من قبل مملكة البحرين على المنتجات الوطنية. المنتجات الوطنية تصدر خارج البحرين فيكون عليها علامة صنع في البحرين، فمعناته هذه يعني محتواها وصل إلى 35% وجودتها عالية، ممكن يعني وتكون يعني هذه العلامة تشجع وتستقطب الناس حق شراء هذا المنتج، لأن المنتج يتمتع بجودة عالية. هذه المبادرة تشكل إضافة حقيقية لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين، وتعد من أهم المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لما لها من دور كبير في تعزيز قيمة المنتج المحلي في الأسواق لتساهم في خلق فرص للتصدير ودعم الصناعة الوطنية خارج مملكة البحرين. هناك منتجات كثيرة بحرينية تنتجها أيادي بحرينية باستثمار بحريني، واللي بيشجع الاقتصاد البحريني موجودة في البلد والنوعية جدا ممتازة. فنبي نعود المستهلكين سواء كانوا المواطنين أو المقيمين أو الأجانب في هذا البلد أن يستدون يتسوقون بالمنتجات البحرينية اللي يكون لها عائد على الشركات اللي تنتج، لأن بكرة هذه الشركات راح تكبر وراح تصدر خارج البحرين. طبعا سلسلة صنع في البحرين هي تركز بشكل أساسي على العمالة البحرينية والمنتج البحريني وتعريف الجمهور بالمصانع الموجودة في المملكة، وهذا هذه النسخة طبعا تعد الثانية من بعد تنفيذ النسخة الأولى في العام الماضي. الصناعات البحرينية بأنواعها المختلفة تتولى إبرازها سلسلة أفلام وثائقية قامت عليها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعيا منها لإبراز كل ما يتم صنعه في البحرين. صنع في البحرين هي علامة فارقة في تاريخ الصناعات البحرينية، سيتم منحها لكل ما يصنع في المملكة لتكون البحرين أيقونة بارزة في عالم الصناعة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.